نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بكابتن احمد فوزي مدرب حراس المرمى للتعليق على اداء حراس مرمى اليوم. كابتن احمد منور. الحمد لله، الله يكرمك النور لحضرتك وللكباتن طبعا في الاستوديو. هارد لك. نتيجه غير مستحقه على اللي احنا شفناه الشوط الاولاني، لكن مستحقه جدا الشوط الثاني للامانه، يعني عشان بس نقول اللي لينا واللي علينا. كان عندنا امل في الشوط الاولاني ان احنا نطلع كسبانين، مش هقول لك متعادلين، لا احنا نطلع كسبانين. مظبوط. الشوط الثاني اعتقد وان سايد جيم من فلومينينسي، ولكننا مع كل ده رحنا بثلاث فرص كنا ممكن نحرز منهم واحده. مش هقول رعونة من المهاجمين، ولكن هقول تعب في كورتين هوريهم لحضرتك. اللعيبه مش قادره تشوط، صحيح، وصلت ومش قادره. مظبوط. خلينا نتكلم في الحته بتاعتنا الحراسه. اعتقد برضو الشناوي تاني مباراه على التوالي نجم الفرقه. مع كل اللي حصل فيه هو نجم الفرقه، وهو الوحيد اللي واقف على رجليه من وجهه نظري هو ياسر ابراهيم. مظبوط. نتكلم في ترتيب الكور. يمكن الشوط الاولاني ما كانش فيه حاجه على المرميين الا كوره الكهرباء بالدماغ لعبها في ايد الحارس. وانا قلت لحضرتك قبل المباراه، لكن الحارس ده اي حاجه بعيده عن جسمه قويه هتخش، انما اي حاجه في جسمه هي عنده سرعه رد فعل عاليه. يمكن الكره بتاع الكهرباء دي، كهرباء حطها له في جسمه، الراجل واقف بينه وبينه 4 ياردة بالظبط، حطها له في جسمه، هو ما عملش اي حاجه غير انه طلع دراعه بره جسمه وراح للكره. الكره دي لو في اي زاويه، مش في زاويه، لو جنب رجله لا يدي ايه ده في السكس يارد. نعم يا كابتن، ده ردها لبرسيتاو ووقع على الارض، وبرسيتاو يحطها بس في الجون في اي حته جون مثلا. بس انا بتكلم على الصده بتاعته، عشان بس اوصل لحضرتك حاجه، ان هو حتى مش طلع ايده بالعافيه من قلب جسمه وحطها في سوري كهربا حطها في ايده. لما رجعت لتاو، ما هو برضه ردته هو للكوره مش صحيحه. أيوة. يعني هو لما المفروض يطلع كوره زي لازم دي للجنب. على الجنب. مزبوط. او يطلعها من تحت العرض بره، انما هو ردها في قلب الملعب وتاو للاسف حطها بره. بعد كده كرة في الدقيقة، يعني ده الشوط الأولاني كله 35 دقيقة ما فيش حاجة على المرميين غير دي، يمكن في الدقيقة 55 والكرة دي كانت مهمة جدا. لو كهربا شاط، إنما كهربا لعبها أضعف مما يكون. عايز أرجع الجون طلع بره. عايز أرجع قبل ما كهربا يشوف الجون طلع بره الجون خالص، معلش وقفته دي مش صح خالص. هو مواجه الكرة في حتة تانية. انا عشان اقف كده رجليا مفتوحه بالطريقه دي ومواجه، انا كده بواجه واحد جاي من عند سن ال 18، انما هو مواجه حد تاني خالص، فهو واقف غلط. ولكن الكره من ضعفها هينزل مكانه هيلاقيها في ايديه، يعني هو ما عملش اي حاجه، هو نزل مكانه بس. حتى لما اترمى بقى عند السكس يارد، يعني كره ضعيفه جدا وجت في بطنه اصلا، فيعني برده زي ما قلت لحضرتك في جسمه او مش قويه هيمسكها بسهوله، وده اللي حصل. بعد كده الكورنر ده مميز جدا للشناوي. بص الشناوي بدايته فين، محضر نفسه وقاري الكروس انه رايح فين وهيطلع، هيزق بايده اليمين. يمكن الزقه ما كان المفروض ما تبقاش بصوابع ايديه، والطبيعي انها ما تبقاش بايده اليمين، الطبيعي انها تبقى بالقبضه بالبوكس بالشمال العكسيه عشان تروح في اتجاه الناحيه الثانيه. ولكن كون انه لحقها قبل الراجل فده في حد ذاته حاجه ايجابيه، لان المسافه هو طلع بالراحه عليها في الحالات شويه، معلش هو طلع لحد اكتر من 11 يارده، مسافه كويسه جدا في انه يطلع يشيل هدف محقق. الراجل لو ركب في الحته دي اعتقد كانت ممكن تبقى هدف. فطبعا الشناوي هايل في الكره دي. الكره اللي بعدها كره الشحات. استنى انا بقى ثانيه واحده، قلت لحضرتك قبل المباراه ان اي حاجه في البعيده قويه جوه الشحات هيلعب اكنه بيباصي الكوره. يمكن حتى الكوره مش صعبه، ولكن الراجل برضه التوجيه بتاعها كان كويس ليه، ولكنه ما طلعهاش بره من ضعف الكوره. الكره دي لو قويه واي جون بيصدها على الاقل هتطلع كورنر، هو هتطلع بره خالص. لا ده دي كهربا راح خدها من قبل ما تطلع من الخط ولف بيها وعايز يعمل كره عرضيه، فده دليل ان الكره كانت ضعيفه. ولكن للاسف برضه زي ما قلت لحضرتك هو قافل الضيقه قوي، ماشي هو قافل الضيقه قوي، والكره راحت في البعيده ولكنها ضعيفه جدا، يا دوبك لمست ايديه وغيرت ناحيه اتجاه الناحيه الثانيه. ولكن تحسب له، لان برضه احنا اللي بنلعب في جسمه او ما بنلعبش كره قويه، وده اللي انا بقوله لحضرتك التعب اللي كان ظاهر علينا في الكره بتاعه الكهرباء والكره بتاعه حسين الشحات. الاثنين وصلوا لحد ال 18 ويجي يشوط ضعيف جدا. بنالتي طبعا الشناوي هايل. الكره دي الراجل وقف واستنى وصبر، والشناوي واقف معاه وما اتحركش وقاعد وواقف،
الكره من قوتها طبعا عدت والراجل حاططها في المرايه اللي جوه زي ما بنقول صعبة. المرايه بتاعه المرمى من جوه، فاعتقد صعبه جدا جدا على الشناوي عشان بس ما نظلموش فيها. بيلين لازم هيخش بالقوه دي. هنا بقى برضو نفس القصه بتاعت كهربا الشوط الاولاني، تاو حطها في قلب الراجل. اولا الراجل رجليه الاثنين في الهواء، معلش ما يعني في اي حته بالجنب جول، الراجل رجليه الاثنين في الهواء صح، يعني عشان ياخد اي تراي في اي حته يجيبها من الشبكه لازم ينزل الاول بالزبط. على الارض وبعدين يبتدي يعمل تراي. ده هو لعبها له في بطنه، ولما جه يمسك راح توقع من ايده ولحقها تاني. فطبعا برضو مشكله لتاو انه عدم توجيه الكوره في اي حته في المرمى كانت هتبقى جون، بس احنا برضو صيطنا الجون اللي لعبنا في قلبه. بص في قلبه، في قلبه بيمسك الكوره بتقع منه في الحته دي، فيعني هو مفيش توفيق، ما اقدرش اقول اكتر من كده. الكره اللي بعديها اعتقد الكره كانت انفراد للشناوي. هنا بقى ثواني معايا كده، الراجل ده جاله باص من المهاجم وبيستلم، اول ما استلم الشناوي كان هنا. بص بقى قبل صح. ما يلعب الشناوي هيبقى فين؟ خلي بالك بتتكلم على 12 ياردة. ايوه بالظبط، تقريبا 12 ياردة بالظبط. بص بقى وهو بعد ما استلم الشناوي راح فين؟ صح خلاص. بعد بقى ما كمان الشناوي خد اربع خطوات سبرنت بخطوه الشناوي المفتوحه عشان يقفل على الراجل، عمل ايه؟ عمل حاجه جميله قوي من هنا بقى، قفل، عمل نجمه ايد فوق وايد تحت ورفع جسمه كله. الراجل ما شافش الجون خالص لما لعبها، جت في صدره، تألق من الشناوي، تحرك مميز، تمركز عالي مع قفل الزاويه بطريقه مميزه، اعتقد من احسن الكور اللي الشناوي شالها في المباراه. بعد كده في الدقيقه 5 وقت بدل ضايع، دي جون سوري قبل الجون الاول في الدقيقه 89. الجون هنا صعب جدا جدا، بس انا كنت اتمنى ان الشناوي يبقى تحت سيدنا. ليه بقى؟ في اتنين مدافعين قدامه، في مساحه لسه ان حد يقابله. انا مش هقدر، مش هيبقى انفراد فهاخد خطوتين واطلع اقفل. لا، لو الشناوي تحت سيدنا كان ممكن يبقى المساحه اكبر، ففي رميتي اقدر اطلع. نقطه سلبيه تانية هنشوفها في الصوره الجايه. الصوره الجايه بص يا كابتن، هنا على رجلين الشناوي الاثنين، الكره لسه بتطلع من رجل الراجل، الشناوي بيعمل ايه؟ رجليه الاثنين في الهواء، في الهواء، وللاسف دي حاجه وحشه جدا. يعني ايه؟ انا رجليا الاثنين في الهواء ارجع لي، معلش انا لما رجليا الاثنين لا ارجع لي، انا ارجع لي انا كاحمد انا 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 رجليا لما تبقى الاثنين في الهواء عشان ابقى في الهواء، عشان انزل اترمي في زاويه معينه لازم اعمل حاجه، لازم انزل ارتكز على الاثنين وبعدين ازق القريبه من الكوره عشان اعرف اترمي اعمل بقى. فانما لو رجليا ثابته في الارض مره واحده هترمي من مكاني وازق على طول واقدر اطلع. فهي نقطتين سلبيتين، الاولانيه ان المساحه ما كانتش كبيره بيني وبين الشناوي، لان الراجل اللي قدامه كان ممكن يلعب معاه المدافع فما فيش انفراد، فالشناوي كان طالع قدام السكس يارد شويه مخلي المساحه بين الكوره وبين الشناوي مساحه ضيقه ما يلحقش ياخد فيها رد، ما يلحقش ياخد فيها قرار بالتراي. الثانيه انه عمل جامب صغير فخلى رجليه الاثنين في الهواء ودي اخرته شويه في الكوره، ولكن ستيل انا شايف ان احسن واحد في المباراه صحيح من وجهه نظري هو محمد الشناوي. الكوره اللي بعديها شوط طوال اصعب على يمينه وحط فيها ايده اللي تحت على الارض، اعتقد هي دي الكرة. كان برضه باص من رقم 8 راح الراجل وشاط قوية جدا وعكس اتجاه الشناوي، لأن الشناوي كان بيتحرك ناحية الشمال، الكرة جت على يمينه نزل بوسطه وكسر نفسه وقدر يطلعها بامتياز. 10 على 10 كرة صعبة جدا جدا، أي حد وقف جون هيعرف صعوبة الكرة دي. أنا لما أكون بتحرك ناحية الشمال عشان أقفل والكرة تيجي على يميني لازم أكسر جسمي كله وألف وأعمل تراي، فأعتقد الشناوي كان هايل في الكرة دي. في الإجمالي انا عايز اشكر الشناوي على التالق في المباراتين السابقتين النهارده والماتش اللي فات، اشكره واتمنى له التوفيق في ماتش اوراوا، ويا رب على الاقل نطلع في البرونزيه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا كابتن احمد، شرفتنا. ربنا يخليك.